وأخويا أكثر من لقاء سياسيا بالمفهوم المطلق بمفهوم السياسة. على كل عقد اجتماع مجلس مكتب تنفيذي عفوا لمجلس وزراء العدل العرب جميعا حدد جدول الأعمال الذي سينعقد والاجتماع الذي سينعقد غدا على مستوى وزراء العدل العرب. كان هناك توافق على كل النقط المطروحة ولم تكن هناك خلافات تذكر، العكس كان لا بالنسبة حضر هذا المكتب كل من اليمن والكويت والعربية السعودية والجزائر تغيب تونس، وحضر المغرب وموريتانيا ومصر. وكان هذا الاجتماع جيد بحيث أنه تم التوافق على جميع نقط جدول العمل التي ستناقش غدا، وكذلك تشكيلة المكتب التنفيذي ورئاسة مجلس وزراء العدل العرب الذي ستتم غدا، اختيار الرئيس غدا بعد نهاية المدة التي كانت للجزائر. في جميع الأحوال الأمور جيدة جدا ومنظمة بشكل جيد، وسنبدأ الاجتماع غدا على الساعة 11. شكرا لكم. جميع القضايا سواء الاتفاقيات في إطار استرشادية، في إطار قضايا الإرهاب، في إطار القوانين المنظمة لمجالات متعددة في مجال القانون، وتبادل الخبرات وكذلك تبادل البرامج التي لدى وزراء العدل العرب، وغدا سنتم حسم فيها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. شكرا لكم. القانونية والأمانة الفنية والأخوة الرئيس وأعضاء المركز العربي للبحوث، السيدات والسادة الحاضرون جميعا، العدل الحاضر الأخسام السيد عبد الرشيد طبي الذي حال الظروف انعقاد القمة العربية دون حضور هذا الاجتماع.